احتفلت الكنائس الأرثوذكسية بعيد رفع الصليب المكرم حسب التقويم الشرقي بمشاركة جموع أبناء الرعاية. التقرير التالي يعرض لنا بعض الاحتفالات بهذه المناسبة. أقامت جمعية الشبان المسيحية احتفالاً دينياً بعيد رفع الصليب المكرم برعاية سيادة المطران خريستوفوروس عطلة مطران الروم الأرثوذكس بعمان وتوابعها، وبحضور سيادة المطران كير جوزيف جبارة رئيس أساقفة أبرشية باترا وفيلادلفيا وسائر الأردن للروم الملكيين الكاثوليك وعدد من الآباء الكهنة ومسؤولين رسميين، وبمشاركة جوقة رقاد السيد العذراء في المفرق وشبيبة وأعضاء الجمعية وجمع من المؤمنين. وفي بداية الاحتفال ألقى رئيس الجمعية السيد عمر الزرو كلمة ترحيبية بكافة الحاضرين الذين يشاركون الجمعية احتفالها السنوي، موضحا أيضا أهداف الجمعية وأعمالها ونشاطاتها المستقبلية. كمواطنين لازم نشتغل مع بعض، نتكاتف بغض النظر كمان عن الديانات تاعتنا، عن أصولنا، من وين جايين. احنا عايشين بهذا البلد، هذا البلد حمينا بقيادة جلالة الملك عبدالله طبعا. وقدمت جوقة رقاد السيد العذراء خلال الحفل بقيادة الدكتور رامي سماوي باقة مميزة من التراتيل البيزنطية من وحي المناسبة. وشكر المطران خريستوفوروس في كلمته الجمعية والقائمين عليها لتنظيمها لهذه المناسبة المقدسة، مضيفا في كلمته الروحية كيف نعيش حياة الصليب على الأرض بالمحبة والبذل والعطاء. ولكن نعمة الصليب هي اللي بتعطينا القوة كيف نقدر إنه نتحمل ونجتاز هاي المحن والتجارب ونضلنا أقوياء، ما نتأثر وما نخلي البعد النفسي يجتاح نفسنا من الداخل، وبالتالي ندخل بحالة تشويش واضطراب وقلق اللي هي أصبحت سمة من سمات عصرنا. الإنسان المعاصر أصبح كتير قلق مضطرب، هاك الهم راح السلام من قلبه لأنه مفهوم الصليب أبعدنا عنه في حياتنا. كل عام وانتم بخير. صحيح احنا مع نادي الشبان المسيحيين في شراكة شبه سنوية صارت، ومن التقليدات في عيد الصليب انه نكون هون موجودين لتقدم جوقة رقاد السيد العذراء باقة من التراتيل الكنسية الأرثوذكسية بهاي المناسبة المجيدة، ومنتأمل ومنسعى بنعمة ربنا إنه ربنا يعطي القوة للجوقة لتظل على هذا المسار في إحياء التراث الأرثوذكسي من تراتيل بيزنطية وأناشيد. كل عام وانتم بخير وربنا يعيد عليكم هاي الأعياد بالصحة والسلامة يا رب. نحن اليوم متواجدين بجمعية الشبان المسيحية للاحتفال بعيد الصليب المقدس بتنظيم من شبيبة الجمعية، شبيبة جمعية الشبان المسيحية، وطبعا بتنظيم من جمعيتنا لحتى نحتفل بهذا العيد كلياتنا سوا. وبارك أصحاب السيادة والأباء الكهنة حبات الرمان التي وزعت على المؤمنين، مختتمين الاحتفال بإشعال النار والتهنئة بهذه المناسبة، بالإضافة لتقديم درع تكريمي للمطران خريستوفوروس باسم الجمعية كعربون محبة وامتنان. كما احتفل النادي الأرثوذكسي بعمان بعيد رفع الصليب المكرم برعاية سيادة المطران خريستوفوروس عطلة مطران عمان وتوابعها، بحضور المطران كير جوزيف جبارة رئيس أساقفة أبرشية باترا وفيلادلفيا وسائر الأردن للروم الملكيين الكاثوليك، ورئيس النادي السيد فوز شنودة وأعضاء الهيئة الإدارية للنادي ورؤساء وممثلي الكنائس الرسولية وشخصيات رسمية ونيابية ومسؤولي ومؤسسات وجمعيات خيرية ودينية، بمشاركة جوقة رقاد السيد العذراء في المفرق وكشافة ومرشدات مجموعة عمان الأرثوذكسية وجموع غفيرة
من المدعوين، وابتدأ الاحتفال بدقيقة صمت على أرواح شهداء الواجب. بعدها قدم الأب عبد الله حمارنه صلاة افتتاحية لمباركة هذا اللقاء الاحتفالي. دأب النادي الأرثوذكسي العريق على الاحتفال بالمناسبات الوطنية والقومية منذ عدة سنوات. وألقى السيد شنودة كلمة جاء فيها: لقد دأب النادي منذ سنوات عدة على الاحتفال بعيد رفع الصليب المكرم الذي هو رمز وجودنا وشعار مسيحيتنا وهو رجاؤنا وخلاصنا، وسيبقى النادي يقيم احتفالاته الوطنية ويشارك الكنيسة احتفالاتها الدينية، شاكراً كل من ساهم ودعم ونظم هذا الحفل المبارك. إن المسيحيين العرب هم جزء من ماضي منطقتنا وحاضرها ومستقبلها، هذا ما قاله سيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين في مناسبات عديدة. وقال راعي الحفل المطران خريستوفوروس عطلة: إننا في وطننا الحبيب الأردن ننعم بنعمة الأمن والأمان تحت المظلة الهاشمية الحكيمة قائدنا جلالة الملك عبد الله الثاني راعي الأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية، مضيفاً: إننا في هذه الأوقات نجتمع سوياً ببركة الصليب المحيي الذي من خلاله نلنا نعمة الفداء والخلاص. أما الذين يغرعون وراء معبود آخر فقد كثرت وقدمت جوقة رقاد السيدة العذراء خلال الحفل بقيادة الدكتور رامي سماوي باقة مميزة من التراتيل المنوعة من وحي المناسبة، كما قدمت الجوقة هدية تذكارية لرئيس النادي السيد فوز الشنودة كعربون محبة وامتنان. وبارك أصحاب السيادة والأباء الكهنة حبات الرمان التي وزعت على المؤمنين مختتمين الاحتفال بإشعال النار والتهنئة بهذه المناسبة.